السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم فهمني مع أساسيات الكيمياء. والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن Types of Salt، أنواع الملح. اتكلمنا المرات اللي فاتت عن أنواع الملكيولز، عرفنا إن الملح أو السولت ده نوع من أنواع الملكيول. إزاي نتعرف على الملح بشكل أسرع وأدق؟ السولت أو الملح ده نوعين، في نورمال سولت ملح طبيعي أو عادي، وفي سولت تاني اسمه أوكسجينيتد سولت. الملح اللي هو نورمال سولت ده متكون من تو راديكال، والتاني برضو متكون من تو راديكالز. نمسك النورمال سولت، نورمال سولت هلاقي فيه تو راديكال، يعني شقين، شق بيكون ميتال يعني فلز، وشق تاني اسمه نون ميتال يعني لا فلز. ده زي مثلا الصوديوم مع الكلورايد، هقول صوديوم كلورايد او كلوريد الصوديوم، يعني تسيام بروميد بروميد الصوديوم. الكلام سهل وبسيط، بس اهم حاجه باخد واحد بوزيتيف اللي هو الميتال وواحد نيجاتيف اللي هو النون ميتال. لكن هل الجروب ممكن تحل محل اي واحد فيهم؟ بالنسبه للنورمال مش هيسمح لاي جروب من اللي هم النيجاتيف ان هو يدخلوا هنا. ليه؟ هيخليهم في النوع الثاني اللي هو اوكسجينيتد سولت. محدش هيدخل من الجروب في النورمال سولت الا جروب واحده بس اللي هي جروب البوزيتيف، وما عنديش جروب في البوزيتيف الا واحده بس اللي هي امونيوم NH4. في الـ NH4 ممكن تنادى على الصوديوم، تقول يا ده صوديوم يا ده بوتاسيوم اسمح لي ان انا احل مكانكم، فيقولها خلي بالك انت هتيجي كده ايه مكان البوزيتيف، تقول له ما انا عارف ما انا زيكم. فممكن تدخل الامونيوم مكان الميتال، فمثلا امونيوم كلورايد بدل صوديوم كلورايد. في الاخر الامونيوم اتحطت مكان مين؟ اتحطت مكان الصوديوم. فالنوع ده كله اسمه نورمال سولت، يعني ملح عادي. النوع الثاني اللي هو يسموه اوكسجينيتد سولت، ده علشان لازم تلاقي في السولت ده اوكسجين، بس الاكسجين مش موجود هنا بهيئه خاصه يعني بمفرده الواد سنجل كده داخل لوحده، لا ده داخل مع شله اسمها جروب. الجروب ده بيكون فيه اكسجين، يعني مثلا زي نيتريت NO3 جروب اسمه نيتريت فيه الاكسجين موجود معاهم. جروب تاني اسمها كربونيت CO3، اهو الاكسجين موجود بس مش لوحده، معاه سي مع كربون، فدول على بعض CO3 جروب. لازم نفهم ان الجروب بيكون شله مع بعض، اكسجين ومعاه حد تاني. طيب السلفيت مثلا SO4، فهنا الاكسجين برضو معاه اللي هو ايه السلفر او اللي هو الكبريت. عندنا الفوسفيت اللي هي PO4، عندنا الاكسجين مش لوحده، معاه الفوسفور او الفوسفورس. يعني من الاخر كده الجروب اللي هو فيه اكسجين هو السبب في تسميه السولت الى اوكسجينيتد سولت. طيب الجروب اللي هي بتكون فيها اكسجين دي بتحل محل مين؟ بتحل محل الميتال ولا النون ميتال؟ لا ما بتحلش محل الميتال، دي بتحل محل النون ميتال، وبالتالي بتدخل في الراديكال اللي هو النيجاتيف، يعني بتدخل مكان الراديكال اللي هو النيجاتيف. فمثلا البوتاسيوم ينزل بوزيتيف في الاول كده، اجيب حد من الجروب اللي هم مين النيجاتيف اللي معاه اكسجين، اقول له تعالى مثلا يا كربونيت خش مع مين؟ مع البوتاسيوم، فينزل K وينزل مثلا CO3. CO3 دي تدخل مكان النون ميتال فتديك ايه؟ راديكال نيجاتيف، فيتكون مع بعض مثلا K2CO3، هذا اسمه سولت واسمه ايه؟ اوكسجينيتد سولت، يعني ملح اكسجيني، ملح اكسجيني عشان فيه اكسجين، لكن النورمال سولت ما كانش فيه اكسجين ابدا. لذلك خلي بالك اي ملح يسموه الملح الاكسجيني او اوكسجينيتد سولت، اعرف اكيد الملح ده فيه اكسجين، واعرف اكيد الملح ده الاكسجين بتاعه ما يكونش في الشق اللي هو ايه البوزيتيف، ده بيكون في الشق الايه النيجاتيف. بكده بختار انواع السولت نوعين، نورمال سولت واوكسجينيتد سولت. النورمال سولت ما فيهوش اي ريحه الاكسجين، ما فيش اكسجين خالص، بيكون عندي تو راديكال واحد فيهم ميتال والثاني نون ميتال، والاوكسجينيتد سولت بيكون تو راديكال ميتال ومعاه جروب من العيله اللي هي فيها اكسجين، فممكن ينزل معاه سلفيت، ينزل معاه كربونيت، ينزل معاه فوسفيت. وفي النهايه اللي عاوز يسال، هو السولت ممكن ياخد خواص الاسيد، خواص الحمض، او ياخد خواص البيز، خواص القاعده؟ ايوه، لذلك في املاح بيسموها املاح حامضيه او املاح يسموها املاح قاعديه. ايه ده، هو السولت في منه بيزك في منه اسيد؟ ايوه، بس ده نتعرف عليه في فيديو تاني. ما تستعجلش وحاول تبقى معانا من متابعي قناه فهمني. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.